مرحبا بكم اصدقائي في حلقه جديده من برنامجكم شكون الرابح اللي كنصادفوا فيه مدرسات الوحده. تعرفوا اليوم فرق اول سميتي محمد بيضون محمد ياسين تبازو سيداتي مراني فرق ثاني سميتي ايمان شمسي سميتي سلمى العماري سميتي راني عنفر مرحبا بكم تلاميذ مدرسه الواحد ندوزوا لاول فقره اللي هي فقره الاسئله الثقافيه السؤال الاول كيقول ما هي الماده التي تشكل 80% من حجم دماغ الإنسان المادة التي تشكل 80% من حجم دماغ الإنسان أجبت لكم الماء الدم والجواب صحيح عند الفريق الأول وندوز السؤال الثاني اللي كيقول من هو مخترع المصباح الكهربائي وهذه تفكيت من هو مخترع المصباح الكهربائي جبت لكم فريق اول توماس اديسون والجواب صحيح عند الفريقين جوج وندوزو السؤال الثالث اللي كيقول ما هي عاصمه اليمن ما هي عاصمه اليمن نعيد السؤال مرة أخرى وما هي عاصمة اليمن؟ جواب ديالكم؟ صنعاء صنعاء والجواب الصحيح عند الفريقين بجوج وكذلك الفقرة الأولى بفوز الفريق الأول بثلاثة نقاط على الفريق الثاني اللي عنده جوج نقاط وهنا غادي ندوزو للفقرة الثانية اللي تقدر تغير فيها النتيجة ديال الفريقين اللي هي فقرة الألغاز ندوز السؤال الاول اللي في الفقره الثانيه اللي هي فقره الالغاز كيقول ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج دون ان يكسره ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج دون ان يكسره اجيب لكم الضوء الضوء والجواب صحيح عند الفريقين بجوج وندوز السؤال الثاني اللي كيقول انا ابن الماء ولو تم وضعي فيه اموت فمن انا انا ابن الماء ولو تم وضعي فيه اموت فمن انا اجيب ديالكم الثلج الثلج والجواب صحيح عند الفريقين بجوج ودوز السؤال الثالث كيقول شيء إذا أخذنا منه ازداد وكبر شيء إذا أخذنا منه ازداد وكبر جواب لكم الحفرة الحفرة والجواب صحيح عند الفريقين بجوج وهناك تنتهي فقرة ثانية بتعادل الفريقين وندوزوا الفقرة الثالثة اللي هي صحيح أو خطأ السؤال هو كيقول عدد سور القرآن الكريم المدنية هي 20 صحيح أم خطأ؟ عدد سور القرآن الكريم المدنية 20 صحيح أم خطأ؟
الجواب ديالكم صحيح. صحيح. والجواب خطأ عند الفريقين بجوج. الجواب هو 28 صورة. ندوزو للسؤال الثاني اللي كيقول الدولة التي حصلت على أكثر عدد من كؤوس العالم لكرة القدم، هل هي البرازيل؟ خطأ أم صحيح؟ الدولة التي حصلت على أكثر عدد من الكؤوس العالم لكرة القدم هي البرازيل، صحيح أم خطأ؟ جواب ديالكم؟ صحيح. صحيح. والجواب صحيح عند الفريقين بجوج. وندوزو للسؤال الثالث والأخير اللي كيقول الدولة التي ظهرت فيها أول حالة مصابة بفيروس كوفيد 19 سنة 2019 هي كوريا الشمالية، صحيح أم خطأ؟ نعيد لكم السؤال. الدولة التي ظهرت فيها أول حالة مصابة بفيروس كوفيد 19 سنة 2019، جواب ديالكم؟ خطأ. خطأ. والجواب صحيح عند الفريقين بجوج. والجواب الصحيح هو الصين. وهنا كنشوفوا بان الفريق ديال اسود الواحة هو اللي ربح في هذه الحلقه تاع اليوم. وهنا كنكون وصلنا لفقره تقديم الجوائز للفريق الرابح اللي هو فريق اسود الواحة. كنشكر مؤسسه الواحة والطاقم التربوي ديالها، وإلى اللقاء إلى حلقة أخرى مع مؤسسة أخرى.